مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقائنا الأسبوع المتجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من بنت النيل. 89 سيدة نجحنا في الوصول إلى مقاعد البرلمان. بدأ البرلمان وبدأت الجلسات وظهرت المرأة في هذا البرلمان بصورة إلى حد كبير شهد لها الجميع بالوقار والاحترام والكفاءة لم تحسم حتى الآن. بيضم المجلس 89 سيدة، 56 فزنا على نظام القائمة، 19 فزنا بالنظام الفردي، و14 سيدة تم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية كما نص الدستور. في حلقة اليوم من بنت النيل قراءة في جلسات مجلس النواب التي انعقدت حتى الآن، وأيضا الدور المتوقع للمرأة المصرية في البرلمان بتمثيلها الكبير اللي يمكن أول مرة يتحقق في تاريخ الحياة النيابية المصرية. يسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية، وأيضا يسعدنا أن تكون معنا أحد عضوات مجلس النواب الدكتورة ليلى أبو اسماعيل عضو مجلس النواب على دائرة سمنود بمحافظة الغربية. برحب بحضراتكم معنا. اسمحوا لينا نذهب لمتابعة هذا التقرير حول الدور المتوقع للمرأة المصرية في البرلمان، ثم نعاود الحوار مع ضيوفنا في بنت النيل. مع انعقاد جلسات مجلس النواب الجديد تزداد آمال المواطنين في دور تشريعي ورقابي للمجلس تتحسن معهما جميع الخدمات والمتطلبات التي تلامسهم. مجلس النواب وبعد انتخاب هيئة مكتبه المكونة من رئيس المجلس والوكيلين على الفور بادر لإنجاز القرارات بقوانين التي صدرت عن رئاسة الجمهورية في غيبة البرلمان، لذا اعتبرت اللجان النوعية 19 لجانا خاصة يعرض عليها القرارات بقوانين التي تخصها. وفي ظل تحديد الدستور 15 يوما فقط لإقرار هذه القوانين، فقد وافق المجلس على أن يكون أكبر الأعضاء سنا رئيسا للجنة والأصغر سنا أمين سر لها حتى لا يضيع الوقت من جديد في انتخابات هيئة اللجان، لأن الوقت لم يعد طرفا أمام المجلس. ومن المقرر أن تقدم كل لجنة تقريرها أمام المجلس في 17 من يناير الجاري حول رأيها وموافقتها على القرارات بقوانين البالغة 341، من بينها ما أثار جدلا واسعا عقب صدوره في الفترة السابقة عن انعقاد المجلس، ويأتي على رأسها قانون التظاهر والخدمة المدنية. المرأة التي تحتل 85 مقعدا في مجلس النواب أبلت بلاء حسنا حتى الآن، ومارست العمل البرلماني تحت قبة البرلمان على أكمل وجه، حيث تترأس الدكتورة آمنة نصير لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة منى عبد العاطي أمينا للسر، فضلا عن شغل السيدة سيلفيا سيدهم منصب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، وهما لجنتان محوريتان يناط بهما مستقبل البحث العلمي في مصر والموازنة العامة للدولة. يسير ركب مجلس النواب وتدور آلة التشريع في مصنعها الطبيعي منتجة القرارات والقوانين بمشاركة المرأة التي ما زالت تكافح على جميع الأصعدة لنيل المكانة اللائقة بها في المجتمع. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وضيوف بنت النيل لهذا اليوم، الأستاذة فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية ورئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، والدكتورة ليلى أبو اسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود بمحافظة الغربية. بجدد التحية بحضراتكم. شكرا. اسمحي لي أستاذة فريدة أن أبتدي مع حضرتك برؤيتك البرلمان، هذا البرلمان اللي بيضم 89 سيدة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية. كيف تري هذه الخطوة؟ أنا بلاقي البرلمان ده أول برلمان من أكتر من 40 سنة تم بانتخابات حرة، وإحنا شفنا. نعم. وأنا بتابع شوية الصحافة الأجنبية وبلاقي إن لو كان عندنا وقع التزوير واحدة، طبعا سيبك من الكلام إن المال السياسي في أعرق الديمقراطيات، أنت شوفي أنت الحزبين اللي في أمريكا. نعم. الجمهوري والمحافظ، كله كل الديمقراطي والجمهوري قصدي، يعني
كلهم بياخدوا فلوس وما بينكروش، بناخد اعانات من كذا وبناخد فلان اتبرع للحزب، مظبوط ولا لا؟ فاذا احنا النهارده بنبتدي برلمان في سنه اولى ديمقراطيه بصحيح بعد الثورتين، انا رايي انه جه انعكاس لينا. ممكن اول جلسه تكون ما كانتش يعني لائقه قوي الحقيقه، وانا كمان اتصدمت فيها، لكن انا بقول ان البرلمان ده بالنسبه لي انا لما يبقى فيه 89 امراه فده مجد باختصار. نعم. ده مجد، لانه احنا تعرضنا الى حمله ظلاميه كريهه بتحط من المراه، مش من دورها، بتحط من المراه ككيان. نعم. ككيان، كبني ادم، مع ان دايما انا بذكر بقول ان ربنا قال خلق الانسان مش خلق الرجل وخلق المراه. انت بتنكر عليا انسانيتي ازاي يعني؟ فلما الشعب المصري العظيم بعد الثورتين ينتخب والقياده تكمل، يعني ننتخب يبقى في 89 مصريه في هذا البرلمان، انا شايفه ان دي حاجه تستحق التحيه. نعم. وتستحق الفخر بها. نعم. طب دكتوره ليلى، حضرتك خضتي ماراثون الانتخابات، تجربتك كانت مع الانتخابات ازاي؟ وهل كان ليكي تجارب سابقه في يعني خوض سباق الانتخابات البرلمانيه او نشاط اجتماعي بشكل ما؟ أنا الحقيقة خدت الانتخابات، وكنت الحقيقة يعني بسمع عن اللي بيحصل وقت الانتخابات. أنا خدتها على قائمة حب مصر تبع حزب الوفد. أنا وفدية أبا عن جدا، إحنا عائلة وفدية عريقة، وأنا الحقيقة ما خدتها، كانت على قائمة وكنت خايفة جدا لأن ده في محافظات، فقلت هناك برضو النظرة الذكورية، إن أنا والدي كان قبل كده كان عضو مجلس نواب لسنوات كثيرة اللي هو الدكتور أحمد أبو إسماعيل. نعم. وكان الحقيقة عنده أيادي بيضاء على سمنود، عمل لهم مشاريع كبيرة جدا، وصرف صحي من زمان من 40 سنة، وكباري ومدارس، وكان عامل يعني حاجات كثيرة جدا. وأنا كنت بشارك في العمل الاجتماعي خلال السنوات الماضية من 10 سنين فاتت، إن أنا كنت بروح أعمل فصول محو أمية، كنت بعمل قوافل طبية، دي كانت حاجات كلها تطوعية من إحساسي بانتمائي لهذا البلد. لكن أنا الحقيقة ما كنتش بفكر أدخل هذا المجال السياسي، كنت العمل التطوعي كان بيستهويني أكتر. الحقيقة يعني هو والدي اللي شجعني على خوض الانتخابات، يعني كانت حتى أيام انتخابات الإخوان، والحقيقة ما كنتش مستعدة خالص، ما كانش يعني عندي حتى رغبة. فحتى الحزب كان محتاجين، انت عارفة نظام القوائم لازم يبقى فيه امرأة علشان، فهم قالوا لي خشي عشان على تاريخ والدك ان انت تقبي في القوائم دي. طبعا يعني مع انتمائي الحزبي انا دخلت، وكنت عارفة طبعا ان انا هسقط لان كنت رقم 5، وما كنتش كنت عاسفة عن الدخول يعني. نعم. بس كنت بساند الحزب وبساند القائمة من انتمائي الحزبي ان لازم يبقى فيه امرأة ولها تاريخ، والدي كان لسه عايش. فالحقيقة ما كنت نزلت بقى معاه في سمنود وشفت الناس واستقبلونا استقبال قوي جدا، رغم ان انا ما نزلتش غير 2 3 مرات، لان كان ساعتها عندي ظروف، كنت ساعتها يعني مش مقيمة في مصر، كان عندي ارتباط في فرنسا، فكان الفترة دي كنت لازم ابقى موجودة هناك. فما قدرتش اجي غير وقت قليل جدا، بس الاستجابة كانت عالية قوي. نعم. ان الناس ما بتنساش يعني، هم ما شافوني نازلة مع والدي الحقيقة كانوا ومش فاهمين يعني ايه قوائم، مش فاهمين انا رقم 5، فنزلوا كلهم حبا ووفاء له، وجبنا نسبة اعلى نسبة تصويت في الغربية، وجبنا مقعدين للحزب الوفد. نعم. ودي كانت سابقة يعني قوية جدا في وقت الاخوان، احنا حزب الوفد كان بقى على طول جايب اعلى نسبة اصوات، فكانت حاجة جامدة. ويعني اول مرة كنت ادخل في غمار الانتخابات، ويعني شفت الناس لا ما عندهمش مشكلة ان في سيدة تقود، وان ممكن اقدر اكمل مسيرة والدي. فالحقيقة هو ده اللي شجعني ان انا انزل بقى المرة دي. انا كنت الاول نازلة على قائمة الوفد، وبعدين لما القوائم كلها اندمجت في قائمة حب مصر، الحمد لله دخلت تبع القائمة، وكان الحمد لله استقبال الناس جيد جدا، وما لقيتش مشاكل خالص مع الناس في الأرياف. بالعكس ما كانش عندهم مشكلة ان في امرأة هي اللي بتمثلهم خالص يعني. يعني البعد الثقافي لم يؤثر، خالص. او نفور لا من المرأة حقيقة.
الحقيقة يعني أنا أشهد للناخبين عندهم وعي جامد جدا، وبعدين الذاكرة بتاعتهم يعني ما بينسوش، يعني هما كانوا بيرجعوا للماضي يقولوا أنت والدك عمل، فأنت هتبقي استكمال لمسيرته، وإحنا متفائلين أن أنت اللي تيجي، وأنت لو حتى كنت فردي كنا هننتخبك، قايمة هننتخبك، وافدة هننتخبك، إحنا يفرق معنا العطاء بتاع الإنسان، وأنت معانا بقالك فترة في العمل العام، وبعمل لهم قوافل، بعمل لهم لو في مشكلة بساعد فيها. فالحقيقة استجابتهم كانت عالية جدا يعني، فده شيء أسعدني وطمني وخلاني أكمل بثقة عالية قوي. نعم. طب أستاذة فريدة، حضرتك ذكرتي أن وجود 89 سيدة في البرلمان ده مجد طبعا، إيه المتوقع يعني من حضرتك كصحفية، بتتوقعي إيه من 89 سيدة؟ وجود مرأة بهذا العدد حيفرق؟ نعم. لا بصي هقولك على حاجة، أنا بلاقي أنا ضد التصنيف، وأنا قبل كده قلت أنا ضد الكوتة بكل أنواعها. نعم. سواء قالوا كوتة المرأة، كوتة الأقباط، كوتة مش عارف إيه، لا أنا عايزة إنه زي ما قالت أستاذة ليلى إنه الناخب هو اللي يختارني أو يختار لي مين اللي يمثلني، واخد بالك، بناء على كل المعطيات اللي لازم تبقى متوفرة في إنسان جاي يعمل تشريع وجاي يخدم البلد وجاي ينهض بالبلد، مش جاي طبعا يعني يفضل ياكل لبان قدام الكاميرا او يتكلم في الموبايل، يعني برضو عايزين السلوك يبقى محترم وجدير بمصر وبصورة مصر. اللي انا عايزة اقوله انه المرأة زي الراجل، انت عارفة زي ما صلاح جاهين قال، وبحب قوي البيت ده بتاعه، البنت زي الولد مهيش كمالة عدد. ممكن امرأة، احنا كان عندنا ملكة مثلا حتشبسوت كانت بتتكلم عن وغيرها، ها كانت بتتكلم عن المرأة ولا بتتكلم عن المصريين؟ أنا بلاقي إن المرأة في البرلمان من أقدر العناصر المصرية اللي تستطيع أن تتحدث عن كل الحياة المصرية، مش حاجة خاصة بالمرأة. نعم. لأنه اللي خاص بالمرأة طلع في 89 نائبة، يعني ده خلاص يعني وكتير، وحاجات تانية كتير يعني، حتى بالنسبة للنواب المسيحيين المصريين يعني في حاجات كتير اتكسرت كانت جاية تهد بلدنا، فكسرناها مع القيد اللي كسرناه. أنا بلاقي إنه كل نائبة هتتكلم على بلدنا، هتتكلم على الوطن، مش هتتكلم يعني إيه، يعني إيه وضع المرأة، يعني وضع المرأة يعني هي مش هتتكلم فيما يخص المرأة فقط. أنا بتمنى إن أي امرأة في البرلمان تتكلم عن مشاكل مصر، ولما تحلي مشاكل مصر، لما تحلي مشاكل كل المواطنين المصريين، هيبقى فيها المرأة اتحلت مشاكلها. طب اسمحي لينا، كان معانا خبر إن اجتمعت ممثلات عن الاتحاد العام لنساء مصر وعلى رأسهن الدكتورة هدى بدران رئيس عام للاتحاد مع عدد من عضوات البرلمان. يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر. برحب بحضرتك دكتورة هدى. أهلا وسهلا بيك. دكتورة هدى، بسأل حضرتك عن الدعوة اللي وجهها الاتحاد العام لنساء مصر لعدد من عضوات البرلمان، ما الهدف وما حدث في هذه الدعوة؟ احنا هنجتمع مع العضوات، الحقيقة مش ان احنا اجتمعنا مرتين وبس، احنا هنجتمع معهم كلهم لكن في مجموعات صغيرة. لغاية الوقت احنا اجتمعنا مع مجموعتين، ايه الهدف؟ الهدف ان احنا لازم نتواصل معهم، احنا بنديهم فكرة الاتحاد بيعمل ايه ويقدر يعمل ايه، وهم بيقولولنا ايه اللي في ذهنهم وايه البرامج اللي هم دخلوا البرلمان عشان خاطر يحققوها وطموحاتهم. ليه؟ عشان بالمناقشة، ولما بنقول بناخدهم على مجموعات صغيرة لان ده بيتيح المناقشة العميقة معهم، احنا بنقدر نتوصل في نهاية الاجتماع على اننا في حاجات معينة وقضايا معينة نقدر نشتغل عليها معاهم، واحنا نقدم خدماتنا ومساعدتنا كاتحاد لهم. دكتورة هدى، يعني انتوا بتتبحثوا مع هؤلاء العضوات فيما يخص قضايا المرأة فقط ولا طموحات النائبات للمجتمع المصري ككل؟ لا الاثنين، يعني احنا بنتكلم على قضايا عامة. شوف ما عادش نقدر نفصل بين قضايا المجتمع ككل وقضايا المرأة، قضايا المرأة جزء من قضايا المجتمع، يمكن في قضايا المرأة بتخصها بشكل أكتر، لكن ما تقدريش تحل قضايا المرأة لوحدها. نعم. عشان كده مثلا من حاجات أو القضايا النائبات
اقترحوا ان احنا نساعدهم فيها ان هم عايزين تنفيذ بعض مواد الدستور، زي الماده اللي بتقول يجب انشاء مفوضيه ضد التمييز. طبعا ضد التمييز يخش فيها التمييز ضد المراه. نعم. لكن هم مش بيقولوا بس ضد التمييز ضد المراه، بيقولوا ضد التمييز عامه، التمييز بسبب الدين، التمييز بسبب النوع، بسبب او اللون او العرق او غيره. بالظبط. فاحنا على طول بسرعه شديده في احدى الخبيرات عندنا الدكتوره فاطمه خفاجي عملت دراسه عن اللجان لعدم التمييز دي في البلاد المختلفه، شكلها ايه؟ بتتعمل ازاي؟ ومين اللي بيبقى مسؤول عنها؟ وعلاقتها بالدوله؟ وبعتنا لهم هذه الدراسه. ايضا بعض العضوات النائبات قالوا ان هم بيحبوا يعملوا زي لجنه داخل البرلمان تكون مسؤوله عن قضايا المراه ومراجعه كل القوانين عشان خاطر اكتشاف تاثيرها على المراه. احنا برضو بنعمل لهم دراسه حاليا الدول المختلفه شكل هذه اللجنه ايه، وهم بقى اللي يطالبوا بهذه اللجنه. نعم. احنا كمان بعتنا لهم كل الدراسات اللي الاتحاد عملها في حوالي 4 سنين اللي فاتت، ادينا لهم قائمه بالدراسات دي، وهم هيطلبوا اي دراسه عايزين ان هم يستفيدوا بيها احنا بنبعتها لهم يستفيدوا بيها. فالحقيقه هي القضيه مش قضيه اجتماع وينفض هذا الاجتماع، هي انشاء علاقه تعاون بحيث ان الاتحاد يخدم عليهم وعلى القضايا اللي هم عايزين يثيروها في البرلمان، وبحيث ان هم لما يقوموا يتكلموا يبقى في ايدهم ملف يتعمل له دراسه محترمه علميه بيتكلموا من خلال هذا الملف. نعم. دكتوره هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. دكتوره ليلى، كان ليكي وجود مع الاتحاد العام؟ يعني حضرتي اي من الدعوات؟ لا، انا الحقيقه في الوقت اللي انا توجهت لي الدعوه، بس الحقيقه كنت عندي دوره ثانيه تبع المجلس القومي للمراه في الاقصر، فكان الوقت ده متعارض مع الوقت ده. نعم. والحقيقه برضو المجلس القومي قام برضو بدور جامد جدا، وعمل لنا ندوات وعمل لنا زي دورات تدريبيه، وجاب لنا ناس فقهاء في القانون الدستوري، وكان في حلقات نقاش قوية جدا، وبرضو الدكتورة ميرفت تلاوي اجتمعت بينا، ونفس الكلام بتؤكد عليه ان احنا مش عايزين يبقى في حاجة لقضايا المرأة، ان المرأة دي نص المجتمع، واحنا لو اتكلمنا على مشكلة العدالة الاجتماعية والفقر والعشوائيات كل المشاكل والصحة والتعليم وحلناهم، ما هو ده هيعم على المرأة والراجل بدون تمييز. فاحنا مش عايزين ان احنا نفصل، ان احنا يعني قصة التميز دي وان احنا نعمل حاجة مخصوصة للمرأة، انا ضدها الحقيقة. طب استاذة فريدة، مشكلة المرأة اللي موجودة واللي مطلوب من عضوات البرلمان ان هم يتصدوا ليها، هي مشكلة التمييز ضد المرأة، ولا في ملفات كتير موجودة ومشكلات كتير بتواجه المرأة المصرية ويمكن لها انعكاسات على المجتمع كله، زي مثلا قوانين الأحوال الشخصية وفيها مواد محتاجة لتعديلات حتى ينصلح حال الأسرة بصفة عام؟ هو بشكل عام يعني في قوانين كتير، مش بس القوانين الخاصة بالمرأة، في حتى قوانين خاصة بالمجتمع، يعني في حاجات مثلا احنا محتاجين قوي 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 نرسي قوانين تمنع الفساد. يعني انت عارفه حكايه الدرج المفتوح ده اللي ملوش. يعني خلينا نتكلم بصراحه، احنا عندنا شوفي العمل الخلل الاجتماعي والاختلال الاجتماعي في وطننا هو ما سمي بالانفتاح الاقتصادي، لان الانفتاح الاقتصادي ده ما كانش يليق ولا ينفع على بلد لسه ناميه. دي امريكا فيها قوانين ضد الاحتكار، امريكا فيها ضد الاحتكار، وفيها اللي يتهرب من الضرائب ده يعني جريمه شرف، انا شفت ده في فرنسا. احنا عندنا هنا اللي يتهرب من الضرائب يبقى شاطر وفهلاوي وحدق وحاجات زي كده. احنا محتاجين نخلي مجتمعنا يرجع تاني زي ما كان. احنا مجتمعنا كان مجتمع، انا كنت دايما بقول، انا ست كبيره في السن جدا شاب دلوقتي، انا بقول ان احنا في الستينات مثلا، وما ادراك ما الستينات، كان اللي يختلس 5 جنيه اللي يختلس بيعاقب قانونا، بس بيعاقب اجتماعيا كمان. يعني احنا الناس الشعب كنا بنرفضه وبنلفظه وكان بيبقى منبوذ، واخد بالك؟ هنا لا، هنا دلوقتي لما كنت في السنين اللي فاتت ان شاء الله ده هيخلص،
واحد حرامي ومعروف انه حرامي وانه مستولي مثلا على اراضي من الدوله وانه بيجيب لك بضايع فاسده من بره فات وقتها يعني صلاحيتها كل ده، وكان بيتفرشته السجاده الحمراء. في حاجات في القيم بتاعتنا لازم ترجع تاني. والمراه انا دايما مره بيقولوا لي هتقولي ايه الرئيس الجمهوريه القادم، كان قبل الانتخابات الرئاسيه، قلت لهم هقول له تذكر ان من حملتك امراه. يعني احنا النهارده، وانا مش بقول كلام مثلا كده نظري، بقول اي واحد من كل اللي بيطلعوا يتشدقوا بال يعني المفردات الذكوريه والتعالي الذكوري، بقول له انت بتقعد قدام انجيلا ميركل ولا بتقعد قدام هيلاري كلينتون ولا ابريل جلاسبي ولا اي امراه غربيه، بتقعد زي الالف. اشمعنى بقى المراه الغربيه احسن مننا في ايه؟ بالعكس يعني، مش يعني قصدي احنا لا تقل عنها المراه المصريه، احنا لا تقل عن اي، زي الذكاء بتاع الشبان عندنا. يعني شوف انت لو تدي تفتحي المجال انت للمخترعين الصغار الشباب يعني للافاق للابتكار للابداع. لا احنا كان في اتفاق على ان احنا نتخنق. نعم. فتتخنق ازاي؟ لازم تبتدي بالمراه، لانه ربنا خلق لنا 2 ذراعين وخلق لنا ساقين وخلق لنا 2 عيون وأذنين، يعني احنا محتاجين الاثنين. مفيش حد يقدر يمشي برجل واحده، ومفيش حد يقدر يشتغل بايد واحده، ولما يشوف بعين واحده هيشوف اقل. خلي الاثنين سوا، ابني. نعم. ابني انت واختك، انت وبنتك، انت ومراتك، انت وامك، انت كده. نعم. طب دكتوره ليلى، اجنده نائبات البرلمان هي نفس اجنده نواب البرلمان؟ هل بتعتقدي حضرتك ان المراه في البرلمان محمل على عاتقها انها تتبنى قضايا المراه حتى وان كانت هي نائبه عن كل الشعب، نائبه عن كل الناس ذكور واناث، لكنها مطالبه بايجاد حلول لمشكلات قويه بتواجه المراه المصريه وانعكاساتها على المجتمع كله؟ هو طبعا هو النائب بتاع البرلمان سواء نائب او نائبه، ده نائب الامه يعني الشعب. نعم. كله ما فرقش بين رجل وبين امراه. فالمفروض ان طبعا يعني هو لو جالي اي قضايا سواء لرجل سواء لامراه هتبقى هما سيان عندي، مش هميز لو جاتلي قضيه للمراه هتبناها اكتر، لا يعني ده نوع من التميز. فانا طبعا مع كل على قدم يعني مساواه، لكن في حاجات ظلم واقع على المراه دلوقتي يعني في قوانين بتاعه قوانين الاسره، محتاج الاجراءات والتطبيقات بتاعتها يعني في تباطؤ يعني النفقة واللي هو الرؤية والحاجات كتير جدا. وبعدين في ظلم مكحف بالنسبة مثلا حاجات كتير لازم تتغير. يعني ايه مثلا ان في سيدة ما تقدرش تطلع شهادة ميلاد لابنها، يعني دي حاجات يعني حاجة زي دي لازم نتصدى لها، لان ده حقها ده ابنها. يعني ان مثلا قوانين برضو ان لو في صندوق بريد وهي ده حتى من مالها الخاص وحطته باسم اولادها القصر ما تقدرش تسحب من هذا صندوق في البريد، لازم برضو يعني ليه في امتيازات للاب غير الام، يعني دي مش موجودة في أي حتة. فدي برضو مش إسلاميا، يعني دي الأم هتبقى حريصة على مصلحة أولادها زيها زي الأب. نعم. فيعني حاجات زي دي الواحد هيتصدى لها وهيقف، لأن ده حقها إنها يعني زي ما حق الأم المصرية إنها تدي الأم إنها تدي مثلا لو متجوزة أجنبي إنها تدي الجنسية لابنها. يعني في حاجات حقوق، فالحقوق دي طبعا شيء طبيعي لان ده فيه ظلم واقع على المرأة، فده حتى لو كان واقع على الرجل كنا هنتصدى له. فاحنا مش بنفرق يعني، مش كتر ان احنا نائبات هيبقى لنا اجندات خاصة ان احنا ننصر المرأة، لازم يبقى فيه زي ما مدام فريدة قال التوازن. نعم. لان الذراعين بتوع المجتمع الرجل والمرأة، وهما الاتنين لو ارتقينا بيهم، لو خدنا بالنا من المرأة، يعني المرأة مهملة صحيا، يعني مثلا اللي هو في المحافظات بعد الولادة ارتفاع نسبة وفاة المواليد اللي هم الأطفال. ليه؟ لأن مفيش رعاية صحية ما بعد الولادة ولا رعاية صحية في أثناء الحمل. فدي لازم برضو يبقى فيه قوانين، إن كل مستشفى يعني يصدر بقانون إن يبقى فيه
ميزانية مخصوصة، يعني دي حاجة زي دي ممكن أتبناها لصالح المرأة، لأن في حاجات احتياجات للمرأة مش موجودة عند الرجل، الحمل والولادة ده يعني لازم الفترة دي نشملها بالرعاية، لأن عشان نطلع جيل سليم، عشان ندي لهم فرصة، ندي مثلا الأم الحامل مبلغ معين إعانة، اللي هم النساء الفقيرات مثلا ممكن نحدد لهم مبلغ 100 جنيه نقول لكل طفلين، عشان برضو دي تبقى نوع غير مباشر انهم يحدوا من النسل، تبقى هي اللي عارفة ان الدولة هترعى الطفلين دول، زي وتدي لها مثلا اثناء الحمل مبلغ معين، وتقدر تدي لها مثلا قروض ميسرة لو هي بتدخل بناتها المدارس او بتدخل الجامعات وما عندهاش نفقات، دي رعاية معينة للمرأة، ده تميز، لان هي بتقوم بالدور ده الحمل والولادة. بعد الولادة لازم يبقى فيه ميزانية، والتأمين الصحي لازم يبقى فيه جزء برضو لرعاية المرأة بعد الولادة، جزء في التأمين الصحي في الجزء ده، يعني المرأة مثلا المزارعة اللي هو بتعمل أو الباعة الجائلين السيدات دول لازم مظلة التأمين تشملهم، في ناس كتير جدا مهمشة. نعم. فدي مثلا ممكن احنا حتى في لجنة الصحة بصينا على مشروع قانون لعمال الزراعة، ما كانش فيه ذكر للمرأة بس عمال الزراعة، مع ان دلوقتي حضرتك لو تشوفي اللي بيزرع واللي بيفلح المرأة. نعم. يعني ما بنزل في الأرياف الست هي اللي بتروح الغيط، الست هي اللي بتزرع، هي اللي بتعمل كل حاجة دلوقتي. طب يعني هو عمال الزراعة لا تنطبق على النساء؟ ما هي لا عمال الزراعة في عموما الراجل هو بياخد يعني الميزة دي ان هو عامل زراعة وان هو عنده حيازة أرض، حتى لو حيازة أرض بتبقى اسم الرجل ما بتبقاش باسم السيدة. وفي الناحية التانية ما هي السيدة اللي بتعمل كل حاجة، فلازم ما يبقاش فيه التميز ده. فإحنا القضايا هنبص بمنظور تاني، هو مش حكاية مرأة ولا لا، الظلم واقع على مين؟ لو كان واقع الرجل هننصر الرجل، واقع المرأة هنقف جنبه. احنا مش جايين عشان نعمل اي نوع من التحيز، انا ضد التمييز وضد التمييز للرجال والنساء والمسلمين والاقباط لكل الفئات المجتمع. فاحنا بنتكلم على قدم المساواة، ان احنا الحاجات اللي المرأة مظلومة فيها لازم نقف جنبها. التدريب الفني التدريب الفني بيبقى دايما مقتصر على الرجال، على اساس ان هم في المحافظات، ما بشوف في المحافظه عندنا الستات بس بيدوا لهم مكنه خياطه، دي جمعيات الاهليه بتدي كده، مفيش تدريب فني، مفيش حتى تدريب مهني ان السيدات تبقى ممكن تدير مشروع. فهي مع ان عندهم الذكاء بس ما عندهمش التدريب، فلازم نشملهم بالرعايه اكتر، ان احنا ندي لهم تدريب فني، تدريب ان هم تبقى قائدات لمشاريع صغيرة، يعني ادلهم الثقة بنفسهم. يعني حضرتك دي كلها على أجندة البرلمان طبعاً، من اهتمامات بشؤون المرأة. بالضبط كده. طب أستاذة أنا بس عايزة أضيف حاجة صغيرة اللي قالته أستاذة ليلى، عايزة أقول أنه الإسلام كدين أعطى المرأة حق التصرف في ذمتها المالية، وهي ذمتها المالية مستقلة عن ذمة جوزها المالية. نعم. ودي على فكرة في أوروبا ما فيش. فده معناها إيه؟ انه ما فيش حاجه اسمها نقصات عقل ودين، ده كلام ما يدخلش دماغي، لانه ما دام ربنا رب العزه والجلال اداني ان انا ابقى انا المتصرفه في ذمتي الماليه، انت عارفه انا دارسه حقوق يعني، فما دام كده يبقى هو اللي عارف ان انا لا اقل عنك، يعني انت حاجه وانا حاجه، انا لما ادي بقى وانا عارفه انا بعمل ايه. وده على فكره تكريم ايضا للمراه يعني. بس عايز اقول كده عشان استغل المنبر بتاعكم للمشاهدين يعرفوا ان ربنا ادى المراه حق ان استقلال ذمتها الماليه عن ذمه جوزها الماليه. طب استاذه فريده، يمكن اسبوع هو عمر البرلمان حتى الان منذ انعقاد اول جلسه وحتى الان، حضرتك شايفه التشكيله دي ازاي؟ وشايفه ما تم من جلسات حتى الان شكله ايه؟ صحيح من السابق لاوانه ان احنا نقيم البرلمان دلوقتي، لكن مبدئيا الصورة العامة حضرتك شايفة ازاي؟ شوفي انا بقول مبدئيا، طبعا احنا الوقت منعوا البث فاحنا مش شايفين حاجات كتير، وما بحبش اتكلم يعني عشان اقول اي كلام. انا قلت لك الجلسة الاولى اداني انطباع سيء، لكن انا عندي حاجة بقى اساسية اللي هي انا منطلقة منها، ان هذا البرلمان ليس مدينا لاي جهة في السلطة في الدولة بوجوده، هو مدين لنا احنا الشعب، احنا الشعب اللي انتخبناه، فهو هيبقى عارف ان هو مسؤول امامنا احنا، يعني احنا هنسأله واحنا كل واحد هنحاكمه
وكل واحد هنقيم، مش محاكمة يعني، يعني قصدي هنحكم عليه وهنقيمه وفقا لأدائه، وإذا كان فعلا زي ما قالوا في الدعايات بتاعتهم أنه جاي يخدم البلد. والله لو مش جاي يخدم البلد، أنا دايما بقول حاجة يعني مش من الواقع اللي احنا عايشينه، احنا قطحنا ببرلمانين في 3 سنين، نعم، نطيح بالثالث لو لا ان شاء الله لو لو ما فهمش ان هو مسؤول امامنا احنا الشعب. نعم. فانا متفائله من هذا المنطلق، لانه هو مش هيعمل حاجه عشان الرئيس يرضى عليه، ولا عشان رئيس الوزراء يرضى عليه، ولا عشان مش عارف الجهه ده او الحزب ده، لا، هو مسؤول امام الشعب المصري. نعم. واحنا اللي هنحاسب، مفيش حاجه كامله، الكمال لله، احنا بس حتى لو عندنا سلبيات نقومها، ودايما نسعى الى الكمال، وده اللي هيحصل باذن الله، انا متفائل باذن الله. طب دكتوره ليلى، حضرتك من داخل المطبخ، يعني ما لا نراه نحن على شاشات التلفزيون من يعني بعد حجب بس الجلسات على الهواء مباشره، حضرتك شايفه ايه خلال الاسبوع؟ وضع المرأة كان إيه في البرلمان مقارنة بين المرأة والرجل؟ هل حسيتي إن في فرق بين وجودك كسيدة في البرلمان، قبول الرجل للمرأة إيه، وحضرتك قاعدة جنب نائب زميل داخل المجلس، حاسة إن في فرق؟ لا طبعا مش حاسة إن في فرق، وحاسة إن الناس يعني ما فيش تميز خالص إن عشان مرأة والرجالة بص لنا بصة دونية أو حاجة، بالعكس يعني معظم الرجال أو الأكثرية يعني كلها محترمينا جدا، بيبصونا بوقار وباحترام، وحاسين إن احنا حققنا يعني إنجاز جامد جدا. والسيدات اللي داخلين مش عايزة أقول لحضرتك على مستوى عالي جدا من الثقافة، وفي منهم حملت دكتوراه وأنا واحدة منهم وأستاذة جامعية، في نائب رؤساء جامعات، ويعني في كوادر على أعلى مستوى من السيدات. وبعدين الحقيقة دايما أنا عايزة أقول، مش متحيزة البنات جنسي زي ما بقول، أنا عايزة أقول لحضرتك دايما السيدات بيبقى عندهم إحساس بالمسؤولية عالي، وده تحدي جامد قوي إن هم دخولهم البرلمان، مش قادرة أقول لك تحمسهم إزاي. يعني ما كنت بحضر حتى التدريب، ما كانوش بيفوتوا كلمة، ما كانوش بيفوتوا سؤال، كانوا متحمسين جدا إنهم يعرفوا حقوقهم واجباتهم التزاماتهم، وما كان في يعني في الائتلافات، طب لو دخلنا الائتلاف هل مش هيقبلنا رأي، هل معنى كده ان احنا مش هيقبلنا، مش هنقدر نقول اللي احنا عايزينه. النقاشات دي انا حضرتها ما قبل البرلمان، كنت شايفه حماسهم كلهم، يعني ما فيش حد داخل غير عشان يخدم هذا الوطن، كلهم ما عندهمش اي اغراض ولا اي اجندات ولا حاجه. الغالبيه اللي قعدت معاهم يعني كلهم فعلا كلهم اطباء عاديين او سيدات مثلا كانوا بيشتغلوا في العمل المجتمعي، كلهم بيحبوا مصر جدا يعني. انا من قعدتي معاهم ناس وطنيين على اعلى درجه، متفائله جدا بادائهم، متفائله جدا. طب في اتجاه لتكوين تكتل نسائي داخل البرلمان؟ انا ضد هذا الاتجاه. لا. انا ضد هذا الاتجاه، لان انا مش عايزه، احنا بنقول نمنع التميز. لا. وبعدين هو ايه ائتلاف المرأة هيفيد بايه؟ واحنا عايزين يعني، هو بالعكس ده دايما يقولك الاحتكاك، وما هي المرأة من اول ما هي في الجامعة مع زميلها وهي بتتفوق عليه، وهي يعني دلوقتي لو دخلت في الجامعات ومجالس الجامعة والكلية الغالبية سيدات، مجالس عندنا في مجلس الاسم 3/4 سيدات، في مجلس الشعبة، مجلس الجامعة، يعني هو بالعكس الاحتكاك المرأة مع الرجل ده بيخلي اولا بيهذب السلوك اكتر، وبيخلي الرجالة تتصرف برضو على درجة، عشان مش عايزه اما بيقبوا مع بعضهم بيبقى في فوضى عارمه. يعني انا بلاحظ ان السيدات بيظبطوا الايقاع مع الرجال والرجال مع النساء، ده الاختلاط ده في هذا الاطار دي حاجه صحيه. كون ان حصل هرج ومرج في اول جلسه انا كنت قاعده فيها كان من الحماس الزياده، يعني ممكن جدا حد خرج عن اصول اللياقه، ما كانش في لسه عارفه زي اول جلسه الرئيس الجلسه برده ما قدرش مطالب النواب كلهم ان يسمح لهم بالكلمه، وكان في اعتراضات فوريه على تشكيل اللجان اللي اتعملت بطريقه عشوائيه ما كانتش لها يعني معايير، فده كان حقهم انهم يعترضوا، وما اداش فرصه وطول قال لهم هرد عليك
وبعدين كان الـ الـ يعني الغضب ابتدى يزيد وما قروا الاسماء بتاع اللجان ده عمل لنا كلنا احباط طبعا، فكان لازم يرد. فهو ادار الجلسه بطريقه مش كويسه، والرجال برضو عشان يثبتوا يعني حتى كل اللي اعترضوا كانوا غالبيتهم كلهم كانوا رجاله اللي بيزعقوا دايما، حتى تلاقي السيدات احنا كنا معترضين بس الاسلوب الصوت العالي ده مش عندنا. فهم برضو تاني يوم بقى ما قطعوا البس، انا مش قادر اقول لك الجلسه ده الحاجه اللي لازم اقولها، الجلسه كانت منضبطه على الاخر، ان ما كانش تاني يوم كانت رائعه. لا ده انا كنت يعني شهاده حق، خلاص حقهم يقولوا لكم مش هنبث، شهاده حق ان فعلا قعدنا مع بعض كلنا رئيس البرلمان قلنا له وجهه نظرنا ان احنا ما ينفعش ان هو يطول ويقعد يدي قرارات ونقعد ساعه نسمع حاجه احنا معترضين على اساسها من الاول، كان مفروض يسمح بالكلمه. التطويل في الكلمه ده مرفوض، ان لازم النائب يطلع 3 دقائق بالظبط وستوب واتش محطوطه قدامنا هتكلم 3 دقائق ويقطع عليه. لازم طلب الكلمه ما يبقاش بان احنا نرفع الايادي بالتصويت الالكتروني. فتاني يوم طبق الاليه اللي احنا طلبناها وافسح صدره لنا جميعا. ففعلا كان بيطلع كل حد بيطلب الكلمه بيسمح له 3 دقائق بدقيقه كان بيقطع كل واحد، ابتدى الناس تختصر لان الناس هنا في مصر للاسف هم يعني برضو ده من الممارسه هتظهر اكتر. يعني هو ممكن يطلع 10 نواب يقولوا نفس الكلام هو خلاص اول نائب قاله، فمش مش مهم بقى ان التسعه التانيين يقولوه. ده برضو لسه الاليات دي بنحاول نحط، هو حتى قال يا جماعه لو حد قال رايه تاني كان عايز يقوله ممكن ما يقولوش وندي فرصه، وده الصح. ان احنا مش معقول ان احنا كلنا نطلع نقرر نفس الاعتراض نفس الكلمه، مش هيفرق يعني ان التلفزيون ياخدنا اللقطه دي عشان الدكتوره بتعترض ان انا ما طلعتش فانا ما اتكلمتش، لا هو لازم ده من الممارسه ان احنا نتعود. يعني عدم البث ده ممكن يكون مفيد للجلسات اكتر من دلوقتي حاليا، بس هم دلوقتي طبعا احنا يعني عايزين برضو العالم يشوف ان هو اصيب بالاحباط والشعب اصيب بالاحباط وافتكر ان هذا البرلمان غير منضبط وان قعدوا يقولوا السيركل مش عارفه ايه والكلام ده. واحنا قلنا يا ريت تاني يوم فعلا كان فيه بس كانت حاجة مشرفة جدا، رئيس البرلمان كان درجة عالية من الانضباط وادى فرصة لكل النواب يتكلموا بطريقة لائقة وكل النواب يتكلموا، بس طبعا هو اتكلموا بزيادة يعني هو عشان يرضي الجميع ادى فرصة فقعدوا يتكلموا من الساعة 3 للساعة 7 برضو ده مش طبيعي. يعني انا بقول لحضرتك الطبيعي ان كل الناس عايزة تتكلم عايزة تعبر رأيها، خلاص احنا عبرنا بقى نبتدي بقى الايه اللي بعده ان بعدك ده هو يعني يا ريت. فاحنا بنحط لسه يعني بنتناقش مع بعض مش لازم كلنا نتكلم، لو سيده طلعت وقالت حاجه خلاص انا كنت عايزه اقولها بلاش اقولها، الراجل قال حاجه مش لازم كلنا، هو مش معنى ان احنا ما اتكلمناش ان احنا مش ان انا ماليش راي او ما اديتش دور هو برده في بعض من النواب بيحبوا الشغل الاعلامي عايزين يطلعوا يتكلموا عايزين يعترضوا عايزين يقولوا اي حاجه مش طبيعيه عشان الناس تصورهم عشان الكاميرات تلحق تطلع تجري وراهم يقولوا تصريح، بس ده ممكن يختفي مع الممارسة. طبعا هيختفي انا متفائلة هيختفي، واحنا خدنا قرار ان لازم يرجع البث، بس ان ممكن مثلا نستنى اسبوع ولا حاجة بس من الممارسات والحاجات دي، وهم يعني هيرجعوا البث البرلماني التلفزيوني، وانا شايفة ان الايقاع هيتزبط ان شاء الله الفترة الجاية. طب استاذة فريدة من وجهة نظر حضرتك الاولويات اللي لازم يهتم بيها هذا البرلمان؟ نعم انا بالنسبة لي أولوية الأولويات اللي هي ممكن ترجع مصر تاني وتأكد هي مصر بدأت ترجع تاني لمكانها ومكانتها، وإحنا بنشوف إحنا بنفتح على العالم دلوقتي بدون قيود زي القيود اللي كانت مكبلانا قبل كده، بس أنا بلاقي عشان مصر تنطلق الانطلاقة اللائقة بها والجديرة بها هي تطبيق العدالة الاجتماعية اللي كانت مطلب كل الشعب المصري، مش قالوا عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية؟ نعم. وايضا التعليم يعني انت التعليم الدوله انسحبت، انا ضد ان الدوله تنسحب، يعني الدوله في كل حته في العالم موجوده وكل ما تبقى موجوده بقوه وعدل طبعا كل ما بيبقى المجتمع سليم. يعني شوفي انا مثلا بسمع دلوقتي اصوات الحقيقه منفره انه لا نلغي مجانيه التعليم. انا عايزه ادي مثل، انا رحت مع ابني نبيل كان عنده 7 سنين رحنا في باريس سنة 73، ولما رحنا رحت قدمت له في مدرسة فرنساوي هناك عادية بتاعت حكومة وهو كان هنا في الليسيه يعني كمل في نفس الفصل. يعني بعد ما خلصت التسجيل
فقلت للست ان انا بسجل بتمم معاها الاجراءات، قلت لها طب ادفع فين؟ قالت لي تدفعي ايه؟ قلت لها المصاريف. قالت لي مصاريف ايه؟ قلت لها مصاريف الدراسه. قالت لي مدام بفخر عارفه التعليم هنا مجاني بفخر. شوفي ابني بقى اتخرج من جامعه السوربون اللي هي من اعرق جامعات العالم، ما دفعناش لا فرنك ولا ربع فرنك. الحاجة الوحيدة اللي دفعناها في الجامعة 1000 فرنك في السنة اللي هي بتاعت التأمين الصحي، لأن ما كانش فيه اتفاقية. هو التعليم الجامعي هناك يعني مجاني؟ مجاني كله مجاني. عشان كده بتشوفي احنا لما كان كله مجاني طلع من عندنا مين؟ طلع من عندنا مجدي يعقوب، طلع من عندنا أحمد زويل، طلع من عندنا يعني في عن فاروق الباز. يعني قصدي أقول أنا مش فاكرة كل الأسماء بتأكد. أنا في فرنسا كان في دكتور بتاع أورام كان اسمه حاجة بطايمي بس مش فاكرة إيه، كان عبقري ومشهور جدا في باريس، بتخرج هنا من الجامعات. هي الحكاية مش حكاية، هي حكاية إن أنت انسحبتي كدولة وسبتي التعليم بقى يلقى مصيره، وخليتي بقى الناس اللي جايين من الخليج واللي جايين فتحوا مدارس وفتحوا منابر وغيروا يعني شوشوا العقلية المصرية. بس أنا متفائلة لأن الجوهر سليم، الجوهر سليم لأن بين 35 و40 مليون مصري خرجوا في يونيو. دول معناها أن العمود الفقري بتاع مصر لسه زي الفل. طب دكتورة ليلى، قضية التعليم يمكن أولوية ملحة وتم التحدث عنها كثيرا من أنها لابد أنها تكون أولوية الدولة بصفة عامة مش أولوية البرلمان فقط. إلى أي مدى حضرتك من وجودك داخل البرلمان شايفة أن دي فعلا أولوية وأن البرلمان هيضعها نصب أعينه خلال الفترة الجاية وهتبقى من الأولويات إصلاح منظومة التعليم بشكل أو بآخر؟ هي طبعا دي من أولوياتنا كلنا. لو تيجي حتى نتكلم كل النواب البرامج بتاعته يقولك الصحة والتعليم، الصحة والتعليم، هي دي كلمتين اللي إيه بيترددوا. أنا شايفة أن التعليم ده أهم من أي، يعني ربنا سبحانه وتعالى أول آية نزلت في القرآن اقرأ. يعني قد إيه ربنا كرم العلم مش اخرس اقرأ. فيعني قد إيه يعني الإسلام بيحص على التعليم. ومن إحنا زمان كان عندنا حضارة أيام الدولة الإسلامية والعلم وأطباء وابن سينا وكل الأطباء العباقرة من أيام المصريين وفي كل مجالات العلوم. طبعا وحضرتك ما تروحي برا زي ما مدام فريدة قالت، كل يعني الواحد ساعات بيطلع يتعالج برا تلاقي الدكتور اللي بيعالجك مصري، هو ده اللي انت طالعه له برا. طب ليه برا هو نبغ وليه في مصر هو فشل؟ هو المنظومة، المنظومة بتاعت التعليم عندنا هي الغلط. يعني الجودة بتاعت التعليم، يعني ازاي ان يبقى في مدرسة الفصل فيه 60 طالب، ازاي ان يبقى في المدرسة دي حتى ما فيش فيها تعليم. انا رحت زرت مدارس في المحافظات، لا هم الولاد ما بيتعلموش، هم يدوبك بيروحوا وبيطلعوا على الدروس الخصوصية من هم في ابتدائي، مش ابتدائي، الحضانة، في دروس للأطفال اللي في الحضانة. يعني أصبحت أنا مش بهزر، الدروس الخصوصية اللي هي دي اللي ماشية جم قبل التعليم. يعني أنا بس يعني اللي أنا بقوله إن الأهالي بيدفعوا، مفيش مجانية التعليم. مجانية التعليم دي أكذوبة، إن الأهالي بيدفعوا بيقتطعوا أكتر من 50% من دخلهم للتعليم لأولادهم، بيصرفوا من جيبهم. لا ده سواء كان في المدارس الخاصة أو الحكومية. أو الحكومة. نعم يعني فإحنا ما بنتكلمش، بنتكلم على جودة التعليم. لازم نبص على الكادر بتاع المعلمين، نرتقي بالمعلم. المعلم ده برا، المعلم الابتدائي ده يعني صعب اللي يخش يبقى مدرس. او يعني فاكره حضرتك ليدي ديانا كانت بتشتغل مدرسه في حضانه. شوفي قد ايه، لان هي دي كله الحضانه والابتدائي هو ده اساس الطفل اللي هيطلع يبقى رجل يبقى عظيم. فانت بتزرعي فيه من هو طفل كل المبادئ. فدي قصه ومش بس ليدي ديانا، في كندا في امريكا في كل الحاجات دي المدرس الابتدائي بياخد على طول اصعب امتحان وبياخد اعلى مرتب. فاللي بيتسابقوا ان هو يبقوا مدرسين للكي جي هات وللابتدائي والحضانات المدرسين كلهم، وبيبقوا على درجه عاليه جدا، بيعملوا تقييم، بيرفعوا مستواهم، بيعملوا دورات تدريبيه. لازم نبتدي من المعلم.
المعلم. طب احنا هنبتدي امتى نحس ان ده فعلا اتحول لخطه عمل حقيقيه على ارض الواقع يا دكتوره لي؟ والله بصي، انك تحسي دلوقتي الموضوع هياخد وقت. فانا رايي برضو ان مع منظومه الدوله انها بتسعى لهذا الاصلاح، ندي فرصه للمجتمع المدني لازم برضو يقوم بواجبه في قضيه التعليم، محو الاميه. انا قد ايه ما انا كنت بنزل عشان اعمل فصول محو اميه، دي كانت على نفقتي الخاصه، وكنت فعلا ببقى فرحانه جدا ان بلاقي الفصول مليانه وسيدات كبار السن تقول لي ربنا يجزيكي خير، انا دلوقتي بعرف اقرا القران، انا كان نفسي اقرا ايه وبقت تقرا الايه قدامي. مش قادره اقول لك كان احساس، يعني بحس ان حاجه جميله جدا. نعم. ان انت تلاقي سيده في اواخر العمر كانت بتيجي تحضر الفصول، هي مش عايزه تشتغل، هي بس عايزه تقرا القران، عايزه تعرف تحفظ ايه. بلاقي شباب صغير كان برضو عايز الفرصه انه يتعلم علشان يبقى معاه شهاده محو الاميه عشان يقدم في عمل، فالناس نفسها اللي ياخد بايديها. فاحنا لازم احنا مع المجتمع المدني نزود اللي هو الجمعيات اللي هي تهتم بمشكلة التعليم. مشكلة محو الأمية دي مشكلة كبيرة جدا، لازم نعمل حملة قومية. يعني هو في وزارة التعليم، عشان أنا دخلت في مشكلة محو الأمية اللي هي هيئة التعليم الكبار. فهيئة التعليم الكبار دي لو مع الجمعيات الأهلية مع مساندة من الدولة برضو أنها تزود الدعم اللي بتديه، نقدر نعمل فصول محو أمية كتير، نقدر نمحو الأمية دي، نحط زي يعني هدف. كوبا خلصتها في سنة، ده اللي أنا عايز أقول لحضرتك. يعني حضرتك أستاذة فريدة أنا موافقة. أيوة. بس أنا عايز أركز على حاجة لو الدكتورة تسمح لي. أنا بعول على دور الدولة. نعم. الدولة انسحبت وسابت المدارس والجامعات والمنابر لناس كانوا غير أمناء على العقل المصري. صح. أنا طلعت من هنا خدت ليسانس حقوق سنة 66، أنا دفعة 66 جامعة القاهرة. أنا رحت امتحنت في السوربان عشان أعمل معادلة. ما احتجتيش معادلة ساعتها، عشان كان التعليم جيد. خدتني الست قالت يلا تعالي وبتاع ده، والله العظيم قالت انت مش محتاجة اي حاجه. شفت التعليم سنه 66 ودلوقتي 2015. احنا لازم لأن الدوله انسحبت. انا عايزه الدوله ترجع بقوتها وبقوه وبقوه، واي حد غير الدوله لا. وعايزه انا ضد بقى اقفل دوله فقيره، لا، انا الدوله تاخد الموارد بتاعتنا وتاخد كل الافاق اللي مفتوحه لنا على المستقبل الرائع، بان احنا بنفتح المصارع اللي كانت مقفوله وبنبتدي نفكر ان امل مصر هو اللي اتصنع في مصر انها تبقى بلد صناعيه ونرجع تاني. مش معقول. انا عايزه زي ما حضرتك بتقولي، انا مش معترضه على الدوله، بس انا عايزه برضو يبقى في دور مجتمعي. الدوله مش هتتصلح يعني والبلد بس على الاقل يا يعني دكتوره ليلى ان الدوله هي اللي تحط النسق. الدوله طبعا هيتصلح، لان طبعا دي حاجات ما تقدرش المجتمع المدني يعملها. ايوه دي ميزانيات كبيره اللي هو البحث العلمي والتعليم والصحه، دي يعني بنطالب. عموما في نهايه هذا اللقاء احنا يعني كان يسعدني ان انا اختتم الكلام بتفاؤل استاذه فريده الشوباشي بان اللي جاي هيكون احسن ان شاء الله. اكيد لا اكيد كلنا متفائلين اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. انا بشكركم. شكرا جزيلا. شكرا. على وجودكم معنا الاستاذه فريده الشوباشي والدكتوره ليلى ابو اسماعيل، انا بشكركم جدا ونورتونا النهارده. الشكر موصول لكم مشاهدينا، على وعد بتجدد اللقاء الاسبوع القادم وحلقه جديده من بنت النيل. شكرا لكم والى اللقاء.